السلام عليكم اصدقائي احبائي على قناتنا تنان صالح شو اسمه عبيدي. فاليوم راح نسوي لكم فطور مال عمال. احنا شلون نفطر العمال اللي مثلا نجي نروح نطبخ بمكان شيء انا وعلي الفتاح شلون نطبخ. فيلا خليكم ويانا نرى لكم اللحم شلون نقلي. هاي فطور. ها اول شغله هنا أنا اصدقائي نسوي الريوق انا وعلي الفتاح. زين عندنا لحم عندنا بصل عندنا بيض. فيلا وهاي الزقايق قشرنا البصل حاليا وشوفوا الهوسه بعدها حاليا ما متنظمين لان صرنا هواي ما جايين المطبخ. المسواق جابوه هم اهل اللي موصيهم فذبوه هنا وراحوا. فيلا خلينا نكمل احنا ونرجع لكم اصدقائي. هاي عبد الفتاح اول شيء هذا فطور حاليا هذا الفيديو هسه حاليا مال فطور. اوكي حط اللحم عبد الفتاح قلاها. هاي اللحمه مال 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 الخروف. يلا جيب البصل هسه عبد الفتاح حتى شنو. وهذا البصل مثروم وجاهز شوفوه هذا. يلا لا تحرق عبد الفتاح جيب الطين. يلا جيب الطماطه. شوف هاي فطور رهيب. هذا مال الفطور مال عمال مال 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 الشغل ناس اللي تشتغل. هاي نقلبه شويه ويا البصل. يلا نقلبه ونخلي الطماطه نرجع لكم اصدقائي بعد ما قلينا البصل. اول شيء اللحم والبصل وهسه راح نحط الطماطه مقطعه وجاهزه. هلا بعد طبعا شو الريحه فتشيلين هاي مال الخروف اللحم ديليه يطلع يموت. حلو حلو. هاي اسمها شو اسمها هاي عبد الفتاح شو نسميها لك ليه؟ فطور خبيصه. شوف هاي اللي تعلش عشان طيبه. هاي باعوها ويلي ويلي ويلي. فيلا كمله ونرجع لكم. هو عبد الفتاح جاب شنو عين ليمون حط ليمون هم وياه. يلا وهسه هم حركه اصدقائي والعين عاليه عليه حاليا. الله الله ومن اجوا يعني ابو امين المصري. السلام عليكم. هلا 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 هلا. طبعا ابو امين تعرفون انتم اللي هو كان يقطع اللحم العجل واللحم الخروف. اي وطيب لحمه. ويلي عليك. احلى شيء في الشيف سلام. حبيبي حبيبي تسلم تسلم. يلا خلينا نكمل هنا نرجع لكم. ها شنو هذا؟ كان عبد الفتاح. فلفل اسود؟ فتح لي فلفل اسود. ويلي وقعها. فتح بيحب الحار. اويلي ايه لك عيني انا ما احب الحار. هتفطرونه ولا هنمشي يعني؟ لا نفطرك ويانا. وهاي اصدقائي هسه حاليا معجون الطماطه. حلو هذا شغل عبد الفتاح يابا. هاي كل مكان نروح نشتغل فيه انا وعبد الفتاح يسوي لنا هاي الافلة عبدو. ايوه احسن شيء. اي طلعنا اياها مالحه كلش. ها فخلينا لنا شويه فلفل حتى نعادل الملوحه. اوكي عيني. لان شنو مو بس مالحه اباك واحد وقع عليه الملح وقع منه الملح. زين عيني فبلك الله تعده. طبعا غصب معي حتى لو مالحه راح ناكلها لان جوعانين. ذوق ذوق ابو ذوق ابو ولو بعد شوي فلفل خليه ياخذ. خلاص خلاص الفلفل خليه مش لازم يكون. ايوه يا باشا تمام تمام. يلا بس احط فليفله انا بس. ها فليفله حار يريد عبد الفتاح. شوف شوف عبد الفتاح لازم تحرق مرتين. لازم حار. ويلي عليك عبد الفتاح. طبعا السوريين على فكره بصوره عامه كلهم يحبون الحار. حد جامد ام محمود؟ هذا شوي صغير. هاي شويه هاي. ويلي عليك. يلا عيني وهاي الخبزاية هنا يمنا. وهي بتجي دريت النكل. ها لا نقدمها بماعون ولا ما ادري شنو. ودي حلاوتها. ايوه بالضبط. خلاص صورها. يلا ابو امين ناكل. شوف انت شو رايك فيها؟ حارة. طب مضبوطة. رهيبة روعة. روعة انصحكم تجربوها. هاي مال خبيصة. شوف شو شو لك الخبيصة تطلع كلش طيبة دائما. روعة كل الموجود عندك حطه فوق كل. بالضبط ايه. بس طيب. المهم الواحد يستطعم. بالضبط يعني. يعني اهم شيء الطعم. واهم شيء حرارة عبد الفتاح. يلا يعني خلاص الفيديو مالتنا هذا اليوم. تحياتنا لكم.
مني ومن ابو مين من علي الفتاح. مع السلامه. مع السلامه. مخلص بعد شوي ظلت هاي على الفتاح. انت نقت انت رست عدي المعده. هلا محمد. يلا ابو مين انت؟ لا ظلت على هاي حرام. اي حرام لازم تعال حرام لازم تسوي عليك. لا بس كنت طعمها ابو مين طعمها روعه اخر حته يعني اتخنقنا عليها وخلاص يعني انا قررت ان انا اخذها عشان انا اكبر واحد فيهم. بعد شوي هنا أنا. طبعا روعه حبيت اسمع مره ثانيه اراويكم الاكل العمال بعد ما خلص احنا لسه ما خلصناش لسه. بعد شوي لك عيني حتى ما كنت اغسل لسه ما خلصنا يعني لازم نغسلها الاول. المهم اصدقائي فبقولكم مره ثانيه لا تنسوا الاشتراك بالقناه واشتراك قناه زوجتي موجوده بقناه بصندوق الوصف ومربعاتني صغيره حطلع لكم اسمها قناه نور وسنان. انصحكم تشتركون بها. تحياتي لكم مع السلامه.